ولا هنا قاعد عمال تكتب وتعمل مقالات زي ما انت عايز. اتفضل يا استاذ، مقالاتك دلوقتي بقت سلاح بيتخذه اعداء الاسلام. انا ازاي؟ ازاي؟ اتفضل اقرا وانت تعرف. ايه ده؟ دي مجلة واحد كاتب فيها مقال بيستشهد فيه بالمقال اللي انت كاتبها في الجورنال بتاعنا. السرعة دي؟ طبعا يا دكتور مرتضى، انت فاكر ايه؟ أعداء الإسلام متربصين لنا في كل ناحية ومستنيين أي فرصة للهجوم وبيهاجموا على طول. بلاش يا أخي عقدة الاضطهاد دي. دي مش عقدة، دي حقيقة يا دكتور مرتضى، واقرأ التاريخ كويس وانت تعرف كل حاجة. الغريبة يا أخي إن هما ما بيفكروش بطريقتنا، بل بالعكس ما بيعتبروناش أعداء ليهم. مين اللي قال لحضرتك كده؟ الواقع يا أخوي مش التاريخ، الواقع هو اللي بيقول كده. يعني عندك مثلا الجورنان ده، واحد ابن حلال بيرد على مقالي وبيتهمني إن أخذت مبالغ طائلة من جهات أجنبية. شوف الكلام اللي يرعب، عشان أهاجم الإسلام. أنت ممكن تكون ما خدتش حاجة، لكن ما تنكرش إن مقالك عن السنة حولك لبوق ضد الإسلام. بتقول إيه؟ بوق؟ طبعًا. أنا كنت بحاول أعمل بحث. تبحث في إيه؟ تبحث في قضية منتهية محدش عاد يتكلم فيها غير أعداء الدين. رجعنا تاني لعقدة الاضطهاد. يعني أنت يا دكتور مرتضى بتنكر إن الإسلام له أعداء؟ يا صديقي يا دكتور، العالم الحديث نظرته للأديان اختلفت. ده واضح جدًا، بدليل بقى اللي بنشوفه وبنسمعه في نشرات الأخبار. طب ممكن بقى نسيب القضية دي ومنتكلمش فيها وخلينا في اللي مكتوب هنا في المجلة؟ خلينا في اللي مكتوب هنا في المجلة. تحب بقى أقراهولك ولا تقراه حضرتك؟ وتقرالي ليه وأنا ما بعرفش أقرا؟ اسمع يا سيدي. سمعني. فقرة بتاعتي في أي. وإنني أوافق الدكتور مرتضى محفوظ فيما ذكره عن أبي هريرة الذي روى معظم أحاديث النبي، مع أنه لم يصاحب إلا 3 سنوات فقط. بقى بالذمة ده كلام يا دكتور مرتضى؟ أبو هريرة أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي يتقال عنه الكلام ده وهو من أحفظ الصحابة لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتخوض في الصحابة يا سيد مرتضى؟ بتخوض في الصحابة؟ ليه؟ ليه كده؟ جرايا يا دكتور، الصحابة بشر. طبعا بشر، لكن واضح بقى دكتور مرتضى انك نسيت ان ربنا سبحانه وتعالى بشرهم في سورة التوبة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. والرسول كمان صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي. شوف الجمال، لا تسبوا أصحابي، رحمة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا دكتور يا صديقي، أمال اللي كان بيحصل على المنابر أيام بني أمية ده تسميه ليه؟ والحروب اللي قامت بين الصحابة تسميها إيه؟ اسمع يا دكتور مرتضى، ما يصحش نتكلم عن الحروب اللي قامت بين الصحابة وبعضهم بدون علم. نعم، يعني إيه؟ أنا بقى هديك كتاب العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي اللي بيشرح فيه مواقف الصحابة من القضايا اللي اختلفوا فيها. اسمه ايه الكتاب ده؟ العواصم من القواصم. وايه بقى النتيجة اللي طلع بيها مؤلف الكتاب ده؟ ان اي خلاف بين الصحابة كان اجتهاد، وانه لا يجوز للمسلم الكلام عن الخلافات دي بدون علم. وعلى فكرة الامام النسائي كان له كتاب اسمه فضائل الصحابة، ياريت تقراه. فكرتني بالنسائي، انت المرة اللي فاتت وعدتني انك تكلمني عنه. اولا يا دكتور مرتضى، هو النسائي
مش النسائي زي ما حضرتك بتقول، واسمه بالكامل احمد ابن علي ابن شعيب من مدينة نسا في خراسان، وعشان كده بيلقب بالنسائي زي محمد ابن اسماعيل اللي بيلقبوه بالبخاري. بالظبط كده. انت قلت لي انه درس على ايد ابو داود. هو درس على ايد كل علماء عصره، وكان بيتمتع بقوة حفظ وحجة غير عادية، لدرجة انه شهرته كانت بتسبقه، وكانت الناس بتتجمع حواليه لسماع دروسه، خصوصا بعد اللي حصل في دمشق. طب وايه اللي حصل في دمشق؟ دخل النسائي مسجد في دمشق فوجد حلقة درس للقاضي الحارث، ورغبة منه في العلم جلس يستمع للحارث الذي كان يخوض في سيرة الإمام علي. أحمد أو النسائي وقف فجأة واعترض على كل اللي بيتقال. معذرة سيدي، لا يمكنني الصمت على ظلم. أي ظلم تتحدث عنه؟ ظلمك لعلي رضي الله تعالى عنه. أما علمت يا فتى أن عليا قد حارب الصحابة لأنهم رفضوا مبايعته ليكون خليفة للمسلمين، وأنه كان يؤوي قتلة عثمان؟ هذا غير صحيح. أجئتنا بتاريخ جديد؟ أعلم أيها الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنته. ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شوهوا الإسلام تقربا للشيطان أو الحكام، وزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا ويمكر بعضهم لبعض ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا. لماذا لا تجلس مكاني لتحدثهم أنت؟ نحن لا نريد السماع لك، فاجلس وانصت او انصرف. بل دعوه دعوه يا اخواني يكمل حديثه. اتطلب منه ذلك امامي يا ابراهيم؟ سيدي، انك القاضي العدل الحارث بن مسكين صاحب الحجة والبيان والقدرة على البرهان، ولو استمعت لرأي هذا الرجل. لن أستمع له، استمعوا له أنتم إذا أردتم. أرجوك يا سيدي أن تستمع إلي لتعرف الحق من الباطل. أي حق وأي باطل؟ الباطل ما ذكرته عن علي، والحق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حين قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. أعطاها لعلي. نعم، علي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي. علي أيها القاضي الفاضل أحد العشرة المبشرين بالجنة،
وأخ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة، وأول من أسلم من الصبيان. إن الناس في دمشق تناسوا ما تحدثنا عنه يا رجل. إنما قاطعني ليجعلها فتنة. حاشا لله أن أجعلها فتنة، إنما أردت أن أبين لك الصواب من الخطأ. ومن أنت حتى تبين لي الصواب؟ ما اسمك؟ أخبرني باسمك وبلدك. اسمي أحمد بن علي بن شعيب، وبلدي هي نسا من بلاد خراسان. نسا؟ أو تدري لماذا سميت بنسا؟ لأن معظم أهلها من النساء. هيا هيا، وإياكم أن تسمعوا لهذا النسائي، فهو لا علم عنده. بل انتظروا 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 واستمعوا للرجل وردوا الحجة بالحجة. أتريدني أن أجالس النسائي وأن أستمع له؟ لا والله لن يكون هذا أبدا. هيا معي. لا، إنني أريد أن أستمع له. حدثنا يا رجل عن مناقب علي رضي الله عنه. هكذا؟ الويل لك، ولمن يجالسه؟ هيا. بل انتظر. دعني دعني، ألم أقل لكم هيا هيا يا رجال؟ هيا هيا، انتظروا انتظروا، ردوا الحجة بالحجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معذرة يا أخي، معذرة، أرجو ألا يمنعك ما قيل عما كنت تنوي أن تحدثنا به. لم تكن نيتي معقودة على الحديث اليوم، ولكنني منذ دخلت دمشق وأنا أرى الناس يتحدثون عن علي رضي الله تعالى عنه بما لا يعلمون، ويجترئون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأيت عالما وقاضيا كالحارث بن مسكين يخوض في هذا الأمر، أردت أن أنبهه فقط. أكنت تعرفه؟ سمعت عنه، ولكنها المرة الأولى التي أراه فيها، ولم أخبر به إلا عندما خاطبته باسمه. حدثنا، بارك الله فيك. أعلموا يا إخواني أن كل نهر في حاجة إلى من يطهر مجراه ويعمقه ويزيل ما علق بمجراه من غثاء وجنادل وصخور. وهكذا التاريخ الإسلامي شوهه عبدة الطاغوت لصالح الكفرة والملاحيد، والغرض من ذلك الإساءة لدين الإسلام. فكيف بالله عليكم تتولد العداوة والبغضاء بين من قال فيهم الحق سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكيف يقولون إن عليا رضي الله تعالى عنه كان يبغض عثمان بن عفان، وقد سمى أبناءه بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله: أبي بكر وعمر وعثمان، وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب، كانت زوجة لعمر بن الخطاب، وولدت له زيدا ورقية وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، سمى أحد بنيه
باسم أبي بكر، وسمى ابنا آخر له باسم معاوية، فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات لإنسالهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم، هل يعقل أنهم كانوا على غير ما أراده الله لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله؟ هل يعقل هذا يا إخواني؟ لماذا أثرت الانسحاب أيها القاضي؟ إنما فعلت ذلك خشية الفتنة يا مولاي الوالي. فتنة؟ أية فتنة؟ أنت تعلم أنني لا أخوض في سيرة علي إلا لنصرة الخليفة العباسي في بغداد. نصرة الخليفة؟ نعم. ألا تدري أن دمشق وأنت واليها مليئة بالمتعاطفين مع ذرية علي بن أبي طالب، وأنهم يريدون أخذ البيعة لهم والقضاء على بني العباس؟ وهذا يجعلك تقول بلسانك ما لا يؤمن به قلبك؟ أفعل ذلك لكي لا تكون فتنة بين الناس. ولماذا جئتني تشكو النسائي وأنت تعلم أنه لا يذكر إلا الحق؟ الحق مر وقد يثير الفتنة، ورأي عندي أن يغادر دمشق بأمر منك بعدما نثبت تقاضيه لأموال من آل علي لإثارة الناس ضد بني العباس. هذا هو رأي القاضي العادل؟ نعم. ما عهدتك هكذا يا حارث؟ قد يضطر الراعي لذبح الأغنام خشية الذئاب، وقد يضطر للبيع. الذبح والبيع سيان. حديثك يفتقر إلى الحجة والإقناع. إذن يغادر دمشق فقط، ولا داعي لإثبات ما افترضناه من تهم. أمر مولاي يا والي دمشق، أريد لقاء صاحب الشرطة. أمرك يا مولاي. تجمع الأحاديث النبوية الشريفة؟ نعم، فأنا أحفظ منها أكثر من 200,000 حديث، روى بعضها البخاري وبعضها مسلم وبعضها أبو داود وبعضها أحمد. ألا تكفي تلك الأحاديث التي تحفظها ورواها من قبل مثل هؤلاء الأئمة؟ الأحاديث النبوية الشريفة يا إبراهيم ليست مجرد أحكام فقط، بل تتضمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وسائر أفعاله، فهو صلوات الله وسلامه عليه قدوة للمسلمين. لذلك يا إبراهيم ينبغي علينا أن نعرف كل لحظة مرت عليه في حياته وكل كلمة قالها، لتكون نبراسا لنا وقنديلا يضيء لنا الطريق. إذن فأنت تنوي السفر إلى مصادر الحديث ورجاله؟ نعم. والناس هنا؟ يا إبراهيم سأضع كتابا قبل أن أغادر دمشق عن مناقب علي رضي الله عنه. ألا تخشى غضب الخليفة العباسي؟ من يخشى الله يا إبراهيم لا يخشى غضب الناس. صدقت يا أحمد. أريد أن أصحبك في رحلتك هذه. لا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به. نفسي فداك يا أحمد، فكم كنت أطوق لسماع كلمة حق في زمن غاب عنه الحق. الحق لم يغب يا إبراهيم،
وإنما غيب الشيطان عقول الناس. وكيف حدث ذلك؟ أبعدهم الشيطان عن ذكر الله، ومن يبتعد عن ذكر الله يجف لسانه. وإذا جف لسانه يقول له الشيطان: الماء يرويك. وهل يرويه الماء؟ يرويه، ولكنه يخلع الاطمئنان عن قلبه. وكيف يعود الاطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. أتنتظر أحدا يا سيدي؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة لقدوم إليك في مثل هذا الوقت. لا عليك يا أخي، تفضل. اسمي حمزة، أحد الذين حضروا مجلس علمك. مرحبا بك يا حمزة. ومرحبا بك أنت أيضا يا ضيف دمشق. تفضل يا أخي، تفضل. إنما جئت لأبلغك بأن جماعة من علماء دمشق قد وصلهم ما ذكرته، فأرادوا الاستماع إليك. علماء دمشق يريدون الاستماع لي؟ نعم، وهم في انتظارك غدا عقب صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. غفر الله لي ولكم. أين النسائي؟ ها هو. أخبره بأننا نود السماع له ومناقشته. تفضل يا شيخ أحمد. الحمد لله. غير معقول. أما سأل هنا بين الناس؟ الذي كنت تتوقع فعله يا حارث؟ لقد اتفقنا يا مولاي الوالي. ماذا؟ اتفقنا؟ اتفقنا على الظلم؟ حاشا لله أن نتفق على ظلم يا مولاي. يبدو أن ذاكرتي قد أصابها الوهن، فنسيت أنك طلبت مني إخراج النسائي من دمشق. وأنت يا مولاي الوالي أرسلت وهبا لكبير الشرطة. نعم، أرسلته بالفعل إلى كبير الشرطة، لكن لأمر آخر لا يخصك أنت ولا يخص النسائي. تصورت أنك أخطأت يا حارث. بل خدعتني يا مولاي. لأني استدعيت كبير الشرطة؟ قول في مقام لفعلة لا ثانية لها. ثانيها المقاطعة. والإذن لك بالإنصراف حتى أواصل عملي. إذن فأنت لا تود حماية البلاد من الفتنة. اتهام لا أقبله. ظاهر فعلك يؤكد. النسائي لا يحمل سلاحا. سلاحه أقوى من السيف والرمح والخنجر. سلاحه الكلمة، أسهل الأشياء لكنها الأقوى. أترى كم يبذل أمير المؤمنين من مال كي يشتري أصحاب الكلمة؟ من يبيع كلماته فلا أمان له. ومن أدراك أن النسائي لم يقبض الثمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. واليقين. أتملك الدليل؟ ها هو يحدث الناس في المسجد عن مناقب علي. هل عرفت بالأمس أنك تنطق بلسانك غير الذي تؤمن به؟ أفعل ذلك لوحدة المسلمين.
ليس في الإسلام كلمة حق يراد بها باطل، ولا كلمة باطلة يراد بها حق. يبدو أن الأمر لا بد وأن يصل إلى أمير المؤمنين. أتهددني أيها القاضي؟ لا، بل أنصحك. لو كنت أعبد هذا الكرسي لرجوتك يا حارث، بل توسلت إليك ألا تخبر أمير المؤمنين بما حدث بيننا. لكني أعبد الله رب العالمين، لا أطمع في منصب زائل ولا في سلطان ضائع. هيا يا حارث، اذهب من فورك إلى أمير المؤمنين، أبلغه أني أنا أحمد أمير دمشق وواليها أرفض إخراج النسائي من دمشق. هيا. إن حديثك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفهم واستشهادك بأقواله صلى الله عليه وسلم وأقوالهم إنما لا يتم إلا بمعرفة دقيقة بعلم الرجال وبالأنساب. لقد تعلمت ذلك على يد أبي داود السجستاني وقتيبة بن سعيد. دعنا نعقد لك امتحانا في علم الرجال. إن شئت فليكن الآن. أخبرنا عن الزبير. الزبير بن العوام؟ نعم، هو الزبير بن العوام ابن خويلد، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وماذا عن أولاده ونسائه؟ للزبير بن العوام 11 ولدا من الذكور، ومن الإناث 9 بنات. أنسبهم لأمهاتهم؟ عبد الله وعروة وعاصم والمنذر والمهاجر وخديجة وعائشة وأم الحسن، وهؤلاء جميعا أمهم هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والباقي؟ الباقي هم خالد وعمر وهند وحبيبة وسودة، وهؤلاء جميعا أمهم هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. وللزبير بن العوام أيضا حمزة ومصعب ورملة، وهؤلاء جميعا أمهم هي الرباب بنت أنيف. وله أيضا ولدان هما جعفر وعبيدة، وأمهما هي زينب بنت مرثد. أما خديجة الصغرى فأمها هي الحلال بنت قيس. أما له ابنة تسمى زينب؟ نعم يا أخي، ابنته زينب أمها هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. ولقد أخبرت أن الزبير بن العوام كان يسمي أولاده بأسماء الشهداء، فسمى ولده عبد الله بعبد الله بن جحش، وسمى ولده عروة بعروة بن مسعود، وسمى ولده حمزة بحمزة بن عبد المطلب، وسمى ولده جعفر بجعفر بن... دعك من الحديث عن الزبير وحدثنا عن زكوان بن عبد قيس. هو زكوان بن عبد قيس ابن خلدة، وكان يكنى أبا سبع، وهو أول الأنصار مع أسعد بن زرارة، وقد استشهد يوم أحد. وماذا عن أولاده؟ ليس لزكوان عقب. اخبرنا باسم أبي موسى الأشعري. اسمه عبد الله بن قيس. وماذا عن أبي ذر الغفاري؟ هو جندب بن جنادة. أتحفظ القرآن وأحكامه؟ الحمد لله،
حفظت القرآن قبل أن أتم السابعة. بمناسبة حمدك لله، أخبرنا بالسور التي بدأت بالحمد لله. هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. لو وضعت لنا مصنفا لأجزناك، ولكنك تحدث الناس في زمن التدوين، فاكتب واعرض علينا. سأفعل ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي أمير المؤمنين، المكتفي بالله، علي بن المعتضد أدام الله عزه، أما بعد، فلقد ظهر في دمشق رجل من نسا يدعى أحمد بن علي بن شعيب، يثير الناس ضد بني العباس، ويناصر العلويين في دعوتهم. القاضي الحارث. ويقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي من لا يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. سيدي، كيف حفظت كل هذه الأشياء؟ وكيف لا يصيبك الخلط وأنت تحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والتاريخ والأنساب؟ يا إبراهيم، الحفظ رياضة العقل، والعقل مستودع العلم. فكيف يكون الحال يا إبراهيم إذا امتلكت جوهرة ثمينة وأردت حفظها؟ سأضعها في صندوق يليق بها، وبين الحين والآخر سأعود لرؤيتها. هكذا العقل والعلم يا إبراهيم، جوهرة ثمينة في صندوق. أكتب عنك ما تقول يا سيدي؟ ومن أنا لكي تكتب عني؟ نحن يا إبراهيم ننقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه، فكيف تطالبهم بأن يتركوا الأوراق اليانعة ويلتفتوا إلى أوراق ذابلة يابسة؟ هيا يا إبراهيم، هيا نكمل كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه. مولاي الوالي، هذه رسالة وصلت الآن من أمير المؤمنين. اقرأها يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم،
من أمير المؤمنين المكتفي بالله أبي محمد علي بن المعتضد إلى والي دمشق. أما بعد، فلقد بلغنا أن رجلا خرج عن طاعتنا يقال له النسائي، فأخرجه ولا تدخله في جواره، وحذاري إن تكرر هذا. إذن فقد فعلها القاضي الحارث. من رأي مولاي لا تغضب أمير المؤمنين لأمر تافه كهذا. إن القاضي الحارث على صلة طيبة بأمير المؤمنين وبوزيره القاسم ابن عبيد الله. هكذا؟ هكذا أصبحت تقاس الأمور عندنا يا وهب؟ نحن يا مولاي لا نريدها فتنة. الفتنة والفرقة واردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي كما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي ومعاوية وطلحة والزبير، وأهل السنة جميعا يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جميعا من أهل الحق، وكانوا مخلصين في ذلك. وقد بينت ذلك كله في كتاب خصائص علي. وهل بينت أن الدين لا يؤخذ بسلوك أتباعه؟ هذا يعني اعتراضك يا أخي على سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لم أقل ذلك، ولكن دعنا نقرأ الكتاب أولا ثم نبين له أماكن الضعف وأماكن القوة. فليبقى كل واحد في مكانه. ماذا حدث؟ الوالي يريد النسائي. هيا معي. أمركم بوضع القيود في يدي هكذا؟ لقد ظننا. فك القيود. انصرف. اتبعني. من بين ما أحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم. علمت أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وابن المبارك وغيرهما من العلماء قالوا إن هذه الطائفة هم من أهل الحديث. نعم، لقد قرأت ذلك من قبل. أقول لك هذا
لمعرفتي بأنك من أهل الحديث، ولمعرفتي أيضا أنك تجوب الشوارع في دمشق بحثا عن رواة الأحاديث النبوية الشريفة. ولن أكتفي بدمشق وحدها. إذن فأنت تنوي السفر؟ سأفعل ذلك عما قريب إن شاء الله. هل انتهيت مما كنت تنوي فعله في دمشق؟ هل أنت راغب عن وجودي داخل مدينتك؟ لا والله لست أنا، وأقسم بالله على ذلك. لا يرغمنك على ذلك إلا أمير المؤمنين. وشاية هي، ومصدرها القاضي الحارث. الحق أقوى من أكاذيب الوشاه. أعلم ذلك، لكن أحدا لم يفهم ما ترمي إليه. ادعى البعض أنك تبيع الكلمات من أجل غرض في نفسك. نعم، أعترف أنني أبيع الكلمات، ولكنني أبيعها لله عز وجل، لا أبتغي شيئا من الدنيا. نحن نعيش في محنة، الدين أصبح في محنة. الدين لا يمر بالمحن، بل نحن الذين نمر بها. أما دين الله فهو فوق البشر، وإذا نظرنا له اجتمعنا، أما خلافنا فوراءه الدجل. ارحل. نعم ارحل إيثارا لعلمك. تقصد أن تقول لي اهرب؟ الناس في حاجة إلى علمك. وما جدوى العلم بلا صدق مع النفس. أحمد يا ولدي، لو بقيت هنا سيكون السجن مصيري. نعم، ولكن السجن يا مولاي يحيي الأفكار ولا يقتلها. قل لي بالله علي، هل يستطيع الوالي أن يسجن الكلمة؟ هو يستطيع أن يسجن صاحبها وربما يقتله، لكنك إن قتلت الرجل فإنك أبدا لا تستطيع أن تقتل الكلمة. أعلم يا ولدي، أعلم أن الكلمات لا يقتلها السيف، بينما هي تقتل الرجال. لكن الناس الآن تفرقوا، أخذوا أمور دينهم، إما عن عالم باع نفسه للسلطان فذكر ما يرضيه وأخفى ما لا يرضيه، أو عن عدو للدين ارتدى مسوح العلماء لينال من الإسلام. والعلماء الحق أصبحوا قلة، لذا أريدك أن تحافظ على نفسك، عسى الله أن ينفع بك المسلمين. إن كنت تريد نصيحتي سافر إلى مصر. ولماذا مصر؟ لسببين. السبب الأول أني علمت أنك تريد جمع الأحاديث بإسنادها، وما من صاحب سنن أو جامع إلا واتجه إلى مصر لكثرة ما بها من رواة. والسبب الثاني؟ السبب الثاني أن الطولونيين يقيمون في مصر ملكا خاصا بهم، لذا أرى أن الخليفة العباسي لن يستطيع النيل منك هناك. خصائص علي، خصائص علي لأحمد بن علي بن شعيب النسائي. يجب أن يصل مثل هذا الكتاب إلى
أمير المؤمنين. أنت على يقين من أن جنود المكتفي قد خرجوا من بغداد للقائنا؟ عيوننا لا تكذب يا مولاي. عز علي أن أقاتل المكتفي وهو ابن زوج أختي. لقد تميز والده المعتضد بالحكمة. عندما تزوج المعتضد من أخت الأميرة قطر الندى أقر والدي على مصر ومن بعده أنا. لكن المكتفي سامحه الله يريد عزلك. نجوم السماء أقرب له من هذا الأمر. اسمع منصور، أريدك أن تبحث عن رجل كي يحمس الجند. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا أنت يا مولاي. لا 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 لا، أنا لا أملك قوة البيان ولا سلامة اللغة. أنا أريد أحد علماء الدين. علماء الدين؟ نعم، إذا اقتنع الجنود بأن حربهم ضد المكتفي تعد جهادا فإنهم حتما سينتصرون. فكرة رائعة يا مولاي، ولكن أنت تعرف أن معظم رجال الدين سيرفضون هذا الأمر. إلا إذا فتشت جيدا فإنك حتما ستقابل من يوافقك. اسمع منصور، أرسل إلى القطائع كي يبعث لك برجل فقيه يحمس الجند. أمرك يا مولاي. مولاي الأمير، ماذا وراك؟ الرجلان يقتربان من حدود مصر.